Realtors.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Realtors.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية يلي بتناسبك. زوروا www.realtors.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. حلقة جديدة من اوتوفوكس بلش اليوم، بدي رحب فيكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. ماريا جريس اهلا وسهلا فيكي معنا بالاستوديو. انا وياكي مش اول مرة بنقعد، صح؟ اليوم عشان نحكي ماريا عم نحكي عن رينو كليو. اوكي، مثل ما شايفينها قدامنا، الحلو فيها الكليو السبورت لوك تبعها السبيريت وسبيشلي هيدي يلي معنا هلا بالستوديو. فيها باك اسمه باك جي تي لاين. اوكي، البامبر من قدام فيه سنسرز، في عنا الجريل الكبير، في عنا السي شيب لايت، لايت سنسور، رين سنسور، الجنوطة بيجو 17 انش، الوي ويلز، كمان سبور، في عنا بانوراميك من فوق زازي، من ورا في عنا سنسورز وكاميرا، واكيد في المساحات. بدي اسالك ماريا، هيدي بتجي باكثر من لون واحد ولا هذا اللون خاص فيها بس؟ لا اكيد بتجي بكذا لون. السايد سكيرتس يلي عم يجوا على الجوانب كمان بيتغيروا. فيري نايس. هلا بعد ما عملنا هيك ريكاب سريع عن الاكستير من برا، حنتقل لنشوف شو في بقلب السياره من جوا. اجا وقت نحكي نشوف السياره من جوا. ماريا شو فيك تخبرينا عنه؟ الحلو فيها هيدا الكليو سبيشالي الباك جي تي لاين، الكراسي الريكارو، الستيتشز يلي بالنص عطينا كمان لوك كتير سبور. اذا بدنا ننتقل على السكرين، فيها جي بي اس نافيجيشن بيلت ان، في عنا كروز كنترول، سبيد ليميتر بالليذر ستيرينج ويل بتحدد السرعه. أوكي. في عنا بلوتوث اوكزيليري يو اس بي، هي تاتش باتن، ستار ستوب تاتش باتن، وكيلوس انتري. فيري نايس. وحبيت كمان انه هي بتبين كانه اتس ميديوم كار بس نفس الوقت تحسيها رومي، يعني منا صغيره، مش بتكون الباسنجر قاعد ومضايق بهذا الشيء. 100%. من هون ماريا حنتقل للبرفورمانس نشوف قد ايه قويه هذه السياره. اجا وقت نحكي عن البرفورمانس لهيدي السياره. ماريا شو فيك تخبرينا؟ الحلو بهيدي السياره الانجن تبعها يلي بيساعد بمصروف البنزين. اول شيء ببلش هي 1.2 تيربو دبل كلتش، 1.2 مصروف بنزينها بيعقد، بس هي تيربو يلي بيعطيها اكثر باور وبوش للسياره ان كان سايقها على الطريق او عندك طلعه ما بتحسها غصت معك او خف الباور. اوكي، بتيجي اربع سيلندر 120 حصان 6 سبيد. Very cool. من هون حنتقل لكن لآخر فقرة بي أوتوفوكس اللي هي الديل، نشوف ماريا اليوم شو محدد لنا. إجا وقت نحكي عن الديل لهيدي السيارة. ماريا شو محدد لنا؟ البرايسينج تبع الستارتينج برايس هي 17750 انكلودينج فات. اوكي، الوارنتي عليها هو 3 ييرز او 100000 ويتش ايفر كومز فيرست، وفي يعمل اكستندبل الوارنتي اكستندبل ل 5 ييرز او 100000. نحن شركة رينو عنا شيء سبيسيال فينا التست درايف. حيلا كلاينت بيحب يجرب السيارة بنصحه يجي لعنا هو يحس بالسيارة والفيلينج تبعها، واكيد في عنا رود سايد اسيستنس 24/7. بدي اسالك ماريا، للناس اللي عبالهم يعملوا يروحوا يشوفوها بالتست درايف، قبل اي وقت لازم يدقوا؟ في وقت محدد ولا بيقدروا مثلا نفس النهار؟ هي احسن قبل ب 24 ساعه كرمال يضمنوا محله. 100%. ماريا ثانك يو سو ماتش انك كنت معنا اليوم بالحلقه. هذه هي كانت حلقه اوتو فوكس اليوم، بنشوفكم بكره بحلقه جديده. باي باي.
.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.